دي كلها وانا مش واخده بالي. شاعر؟ انت عارفه انا شاعر بايه؟ شاعر بمصيبه جايه لي. بجد النوس، انا حاسس ان انا سعيد جدا جدا، عمري ما كنت فرحان بالشكل ده. بس على فكره ده الظاهر علشان انا بقالي مده طويله قوي ما خدتش اجازه وقعدتها معاكي لوحدينا كده. طب ايه رايك بقى طالما حبيبي مبسوط كده نمد الاجازه كمان اسبوع؟ يا ريت، ده انا نفسي، بس للاسف
انا عندي مواعيد شغل ومواعيد مهمه جدا، بس وعد مني هفضيلك نفسي تمام. يجي اسبوع على الاقل نيجي انا وانت لوحدينا هنا نستمتع بالبحر وبالشمس وبالهواء اللي يرد الروح ده. وعلى فكره انا ممكن اسافر لوحدي وترجعي انت معاهم كمان 3 4 ايام يقعدوا يستمتعوا بيهم هنا. هما يستنوا لكن انا لا، انا ما اقدرش ابعد عن حبيبي ولا اقدر اخليه يسافر لوحدي. وبعدين وعد الحر دينا عليه، وانت وعدت وقت ما هكون فاضي هنرجع نقضي اسبوع مع بعض لوحدنا. بس انا بفكر في حاجه تانية اهم لمستقبلنا كله. على فكره انا بفكر اصفي مجموعه الشركات دي كلها وبيع حتى الاصول، يعني عايز اكتفي بالفيلا بتاعتنا في مصر والفيلا اللي هنا دي، ولما يشرف ابننا اللي نفسنا فيه ناخده ونلف العالم كله نستمتع بقى ونرقص ونشوف بحار وشواطئ العالم، نلف العالم كله. ايه رايك؟ ولو اني عارفه انك استحاله تعمل حاجه زي كده، بس ده لو حصل انا هبقى اسعد بني ادم في الدنيا. انت عارفه اليومين دول انا مش عارف ايه اللي جرالي، بقعد افكر في الدنيا دي بيتهيألي كده انها عامله زي الشمس. الشمس دي بالنهار تلاقيها في نص السماء ومنوره جامد قوي كده وممكن تحرق الناس، بعد شويه تبدا تنزل تنزل لغايه في الغروب كده زي دلوقتي، اما تنزل خالص وتموت الدنيا والبني ادمين كمان كده. انت مش يا دوبك بقى نلحق نرجع عشان نتعشى مع الجماعه؟ فوقتيني والله، عندك حق. طب ايه رايك ايدي في ايدك بقى ونروح جري من هنا على هناك؟ ازاي بس يا محمود، انت ناسي اللي انا شايلاه في بطني؟ يا حبيبه قلبي ربنا يخلي لنا اللي انت شايلاه في بطنك. طب ايدي في ايدك وتعالي نروح واحده واحده تاتا تاتا خط الرمله. ابسط يا عم، انا كلمت ابي محمود وخدت منه اذن ان انت تقعد معانا مش 3 ايام بس، اسبوع يا سيدي بحاله، وهلففك الساحل الشمالي ده كله ونخربها ونتنطط انا وانت. المهم عايزه كمان افرجك على الفيلا الصغننه بتاعتنا. ايوه صافي، بس انا عندي شغل. شغل؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ اذا كنت انا خدت لك اذن من صاحب الشغل نفسه. ايوه بس طب ماشي، ما علينا من الشغل، انا ما كنتش عامل حسابي في اللبس. لبس؟ تنسيت انت كنت بتلبس ايه ولا ايه؟ ده انت بتلبس دلوقتي احسن مني. وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه، انا قررت ان انت مش هتسافر الليله. يعني طياره هتقوم انت من سويسرا؟ يعني كونوا في القاهره على 2 3 صباحا ان شاء الله. يعني ماشي ماشي، انا هكلم فوزي وخليه يبعت لكم عربيه على المطار. ايوه بس ايه اخبارنا في موضوع البنوك؟ الدكتور عادل عمل ايه يعني في نيويورك؟ ايوه طيب وانت عملت ايه عندك؟ كوايت رايت، كويس جدا. طيب طيب انا حاليا في مارينا، ساعتين كده ولا حاجه وهنزل على القاهره ومعايا ناس، يعني بكره الصبح هنتقابل في المكتب ان شاء الله. اوكي اوكي اجو تلير، مع السلامه. الصبح ان شاء الله.
شكرا يا زميل بيه، شكرا، مع السلامه. شير ياس. اهلا اهلا اهلا. الحاجة هتتشحن يوم التلات. لاي التلات تكون عندك. بس اول حاجة ما توصلك بقية فلوسي تكون عندي على طول. ماشي ماشي. شكرا، الف سلامة. معقولة؟ معقولة يا محمود التليفونات دي كلها؟ ده احنا لسه قايلين عايزين نستمتع بالدنيا. ولا يهمك يا ست البنات. وادي الموبايل اهو قفلناه من جذوره عشان يبقى مفيش ولا تليفون لغايه السفر. يا معالي الوزير. ايوه. اظن عجبك النهارده الجمبري والاستاكوزا، وحشينك من زمان مش كده؟ طبعا طبعا طبعا. يا حماتي يا جميله. نعم. عرفت توصي بمعالي الوزير وجيب له شويه جمبري واستاكوزا؟ وبعدين بقى ما هو بقى مستشار كبير الحمد لله. احمد ما تنساش اللي طلبته منك بخصوص الشركه. تحت امرك يا عم. اتفضل يا هانم. ايه ده؟ احنا مش هناخد السواق عشان ارهاق السفر؟ سواق ايه ده مجنون، وبعدين في مطبات. انا حريص عليكي وعلى نونو يا حبيبتي. اتفضلي. سلام عليكم. مع السلامه. مع الف الف سلامه. على مهلكم يا اولاد. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامة. اللي أقول يا شكري، إيه حكاية الجمبري والاستاكوزا دي؟ لا حكاية ولا رواية. يلا 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 قدامي. اللي واخد عقلك يا سي محمود، من ساعة ما خدنا الطريق وأنت تايه في دنيا تانية. سرحت سنة كده، حاسس ان شريط حياتي كله بيجري قدام عيني دلوقتي. شايف نفسي من زمان جدا طول عمري حاسس بالجوع، جعان 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 للثروه، جعان للنفوذ، وجعان لحاجات كتير جدا. حتى لما كنت محقق نجاح حاسس ان انا جعان وعايز نجاح اكتر. احقق ثروه برضه جعان عايز اكتر. نفوذ، سلطه، اي حاجه. الجوع ده وحش كان بياكل جوايا. في الاول قبل ما العب بالفلوس كانت كل امنيتي يكون معايا 10,000 جنيه. لما يوم ما عملتهم حسيت انه مبلغ تافه اوي ملوش قيمه. قلت ليه ما يكونش 100,000؟ انما حتى لما بقى معايا 100 مليون برضه حسيت ان انا جعان. مغصه الجوع ما بتقفش. الجوع وحش بياكل جوايا. طول عمرك معاك وانا بقول لك كفايه، لكن مفيش فايده. طموحك الجامح بيغلبك. انا حاسس دلوقتي ان الطموح المجنون اللي كان جوايا كانه انتهى، مات. والجوع، الجوع للثروه وللنفوذ برضو احساسي المنتهى مات. يا ريت يا محمود. عارفه ان انا فعلا بحبك قوي. طب ما تجيبي بوسه بقى. الو مين؟ احمد. اللهم اجعله خير يا رب. ايه محمود؟ حادثه ايه؟ لا لا اله الا الله. وهم فين دلوقتي؟ طيب انا جاي حالا.
مسافة السكة وفي المستشفى. يلا يا مصطفى، محمود عمل حادثة بالعربية، مرات واحد فيها وهو العروف حالة صعبة جدا. احنا عملنا اللي علينا واكتر، لكن الحاله في منتهى الخطوره والامل ضئيل جدا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هو يفهم البنج بعد ساعتين ثلاثه، وادخلكم تشوفوه لانه احتمال كبير يخش في غيبوبه ما تقلقش هيفوق منها. ايه الاخبار يا دكتور؟ ربنا يكون في عونه. يعني اخوك بخير يا مصطفى؟ ان شاء الله بخير يا حاج. يا دكتور اخبار سعاده الباشا ايه؟ باذن الله هيكون بخير. الدكتوره كاميليا رامز، المستشاره الشخصيه لمحمود باشا. دكتور مصطفى، لو حاله مستر محمود خطيره انا ممكن اعمل اتصالاتي ويبعتولي حالا طيارة SOS الطبية، وقبل آخر النهار هيكون بيتعالج في أكبر مستشفى في أمريكا. أنا آسف، صعب جدا نروح دلوقتي لأي مكان في العالم خارج المستشفى. يا دي المصيبة السوداء، لا حول ولا قوة إلا بالله. خير يا وفيق؟ استغفر، كنا هنمضي عقود الأسبوع ده ونقبض العمولة، خلاص باظت، بقيت على كف عفريت. ايوه سعاده المستشار، لا مش خير ابدا. محمود باشا عمل حادثه بالعربيه وراجع من مارينا، مراته ماتت وهو في حاله خطره بين الحياه والموت. ايوه فوزي هو اللي بلغني الكلام ده من المستشفى. ايه الاخبار يا باشمهندس؟ الحمد لله بدا يفوق. يس سير. اوكي I'll call you back. باي. الوضع ايه دلوقتي وبدا يفوق؟ تحسبا، انا اتصلت برئيس مجلس اداره الشركه في نيويورك وطلبت منه ياجل الصفقه لغايه ما نشوف الموقف هيرسي على ايه. وانت ما تنساش تعمل اللي انا طلبته منك. خير يا دكتوره كاميليا؟ الباشا اخبره ايه دلوقتي؟ محمود رد عليه، رد على امك يا امك. مات مات ابني يا محمود. نحمد ربنا انك بخير وان شاء الله هتقوم بسلامة. ان شاء الله هتعيش وهتخف ان شاء الله. انا ما قتلتش الراجل اللي كنت بشتغل معاه في العملة. يا ريت يا ابني تكون صادق وانت من ايادي الكريم. صدقيني يا انا دخلت لقيته مقتول وحطيت ايدي شلت الشنطة والفلوس ودي كانت بذرة الفلوس اللي عملتها دمها.
ربنا غفور رحيم. وبعدين الكلام الكتير والانفعال مش كويسين عشانك دلوقتي. سامحني يا رب، سامحني، سامحيني يا امي. سامحك يا حبيبي، سامحك يا بابايا. بعدين معاك يا ليلى يا حبيبتي، مش كفايه كده؟ ضيعت كل حاجه بغلطي. كنت حامل في ولد انت هو ده، غير ورقه الجواز العرفي اللي كانت معايا. عارفه يا حميدو، بالولدين دول كنت ورثت كل حاجه. ده اذا مات، اذا مات ده زي القطط بسبع طلوعه، بكره يقوم زي القرد المسلسل يتنطط. وطول يا عمتي قالت واحمدي ربنا يا حبيبتي على اللي خدناه منه واللي لسه هناخده ان شاء الله باذن الله بعد ما يقوم السلام. افرضي مات، افرضي مات، عارفه معنى الكلام ده ايه؟ ان انا خسرت وضيعت كل حاجه، ما كسبتش غير اللي خدته بس. عارفه ده لو حصل انا بجد ممكن اموت بحسرتي. انا سالت كل الدكاتره ودخلت المدير المستشفى، الكل اجمع ان حالته لسه خطيره جدا. ربنا يستر يا فتحي بيه. طب والتمثال وفلوسي؟ تهالي المهم الباشا يقوم بالسلام. وبعدين التمثال ما هو عندك واخد عربون 2 مليون جنيه كمان، عايز ايه تاني؟ تمثال ايه بس اللي عندي يا فوزي؟ الباشا استلم التمثال من اسبوع وقال لي ان التحويل هيوصل خلال 3 اسابيع. ما تعرفش اذا كان التمثال وصل فرنسا ولا ما وصلش؟ اذا ما كنتش اعرف اذا كان استلمه اساسا ولا لا، هعرف الباقي ازاي يا فتحي بيه؟ انا حاسس ان هو هيقوم منها بالسلام ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عن اذنكم، عملت ايه؟ كله تمام. المهم الحاله اخبارها ايه؟ الدكاتره بيقولوا ان الحاله حرجه بس هو بيقاوح. حد بيقاوح في الموت ده عمر؟ عموما الاعمار بيد الله. على فكره وانا في الطريق فكرت في كذا واحد من رجال الاعمال الكبار اللي ممكن نحاول الصفقه الكبيره بتاعتنا عليهم اذا الباشا لا قدر الله حصل له حاجه. ايه يا دكتور، هي دي صفقة قمح ولا مواد غذائية عشان نحولها من رجل أعمال لغيره؟ عموما اللي تشوفيها دكتورة، أنت أكيد أدرى مننا. بقول إيه؟ مش المفروض نحضر جنازة إناس هاني ونقدم واجب العزاء لشكر بيه ونقف جنبه في محيطه؟ إحنا في ولا في يا راجل؟ وبعدين الحي أبقى من اللي ميت. مصرخة سلسلة المفاتيح. أنا في الإدارة إدوني ظرف ده وفي كل الحاجات اللي كانت معاك. يعني ده اللي المفاتيح دي، مفاتيح الخزن بتاعتي كلها اللي فيها كل حاجة، والباسورد اللي بيفتحها باسمك مصطفى. انا هشيل لك كل حاجه معايا لغايه ما تقوم بالسلام ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله هتقوم بالسلام يا حبيبي ان شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ على ما
شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. الفاتحة. شد حيلك والبركة فيك. قاعد يهلب من هنا ومن هني وكوش على الدنيا، وهو خرج منه زي ما دخله مولاي كما خلقتني. ايه سبحان من له الدواء. يقولوا اللي هيورث الهلمة دي كلته اخوه الدكتور مصطفى. والا هلمة ده بالمليارات، بس الشهادة لله دكتور يستاهل كل خير. البقاء لله. فتح يا ابو العيلة رجل اعمال وصديق المرحوم الله يرحمه، انا مصابي فيه كان كبير قوي، لكن البركة فيك. شكر الله سعيك. غفر الله ذنبك. قلبي عندك الحقيقة، أنا خلصت العزاء بتاع بنتي وقلت لازم أجي علشان أعزيك. أنت ما تقدرش تتصور المرحوم كان بالنسبة لي إيه. كان بالنسبة لي كل حاجة، كل حاجة. أنا خسرت فيه زي خسرتي في بنتي بالظبط. يا ضنايا الناس راحت، راحت يا شكري. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني خلاص يا ماما مش هشوف أختي الوحيدة تاني، خلاص ما بقاش عندي أخت. طب عايش ازاي من غيرك؟ هتوحشني قوي. الصبر، الصبر يا رب الصبر. لا خدني من هنا يا شكري، مش هقدر استنى في المكان ده خلاص. كل مكان هنا بيفكرني بالمرحوم وبالمرحوم. وحتى لو مشينا يا ماما برضه مش هنقدر ننساه. ما بقلاش قعد هنا من بعدهم يا شكري. خلاص حكمتك يا رب، حكمتك. الصبر من عندك، الصبر من عندك يا رب. الصبر
فيش صفقة ومفيش عمولة خلاص. كانت هتبقى صفقة العمر. يا ريت على كده وبس. معنى إن محمود باشا مات يعني لا في مجموعة شركات ولا في مرتب كبير ولا في عمولات ولا في أي حاجة. يبقى مفيش غير حل واحد. نبيع الشقة والعربيات وأرض شرق على الفلوس اللي عندنا في البنك ونرجع أمريكا. أنا إذا فشلت إن أقنع كاميليا هانم إن إحنا نشوف رجل أعمال تاني نعمل معاه الصفقة، للأسف ما قداميش غير الحل اللي أنت بتقولي عليه ده. على فكرة فريد الجوهري صاحب مجموعة شركات الجوهري، أنا اللي بختار لبيته وقرايبه ولبسهم، وعلاقتي بيهم كويسة قوي. ممكن جدا أوصلك لفريد الجوهري شخصيا تعرض عليه الصفقة. بس في الحالة دي يا حبيبي عمولتي منك هتبقى ضعف الأول. ستي خدي كل اللي أنت عايزاه، بس المهم ان كاميليا هانم تديني الاوكي والصفقة اللي ماتت ترجع تحيا تاني. معنى كلامك ده ان قدامنا شهرين ونص عشان نلم حق الارض اللي انت رحت استعجلت ودفعت عربونا. 930,000 جنيه، مفيش معايا منهم غير ربعهم. حد قالك تستعجل وتروح تشوف ارض وتتفق عليها وتدفع عربون قد كده وانت مش مالي ايدك من الشغلانه؟ هتجيب تمن الارض ولا لا؟ انا ما اتفقتش على شراء الارض الا لما مليت ايدي ان الصفقه خلاص في حكم المنتهيه. هقولك حاجه يا لطفي، كفايه شراء ارض لحد كده، وادينا معانا 150 فدان كلهم بيتزرعوا وبيجيبوا شيء وشويات، والحمد لله يا مستوره يا لطفي. ايوه يا اختي نقي، ما هو ناقك ده هو اللي جابنا الارض. كانت مستورة صحيح أيام محمود الشرقاوي، كنا كل سنة بنشتري حتة أرض لغاية ما بقوا 150 فدان، والسنين الجاية كانت هتبقى نغنغة قوي، كنا هنحوش قدهم ونشتري فيلا بجنينة كمان. لكن إيه، أدي الله وأدي حكمته. اللي يسمعك بتتكلم كده وبتعدد كده يقول الشغل خلاص بح، وانت قلت بعظمة لسانك ان الوريث الوحيد اخوه، وكلمك انت وشكر بيه وقال لك الشركة هتفضل زي ما هي وكل واحد يفضل في شغله. كلام مؤقت يا عديلة، الورثة اخوه وامه والاتنين ما عندهمش فكرة عن البيزنس ولا بيفهموا فيه اي حاجة، واكيد هيصفوا مجموعة الشركات. واقعد جنبك بقى اطفلك ملوخية وامعلك بامية وانقي رز. يعني كده لا هنعرف نغير العربيات ولا هنعمل مشروع محطة البنزين؟ يا حبيبتي احنا لازم نمشي على القد خالص. هنحتفظ بعربيتي وعربياتك انت والاولاد هنبيعهم، وكمان شاليه مارينا لازم نبيعه على الفلوس اللي عندنا في البنك ونعمل لنا مشروع صغير على قدنا. عربيتك وعربيات اولادك انت حر فيهم، لكن انا بقى مش هقدر استغنى لا عن عربيتي ولا عن شاليه مارينا. خلاص يا حبيبتي هنسيب لك عربيتك، لكن شاليه مارينا مش جزاي ان كتبته باسمك السنه اللي فاتت. وفاق يا حبيبي، انسى خالص ان في حاجه مكتوبه باسمي ممكن تتباع. والفلوس اللي في البنك؟ فلوسك انت حر فيها، لكن الوديعه بتاعتي انا مش هقدر افكها. انت عاملها لي عشان امن بيها مستقبلي، مش عشان افكها وتصرفها على اولادك. وبعدين ما تنساش ان انا لسه صغير وفرق السن بينا كبير قوي، وبعدين لا قدر الله ممكن يجرى لك حاجه، يبقى ساعتها هطلع تبيع من الجوازه دي يا سي وفائي. ده كلام يتقال برضه يا بنت الناس؟ وفائي اظن انا كنت واضحه معاك وصريحه من اول يوم في حياتنا. بنوته حلوه وصغيره وافقت تتجوز راجل اكبر منها بكتير قوي ومتجوز قبل كده وعنده اولاد قريبين من سنها. ده علشان ايه؟ علشان يعيشها حياتها بالطول والعرض، وطلباتها تكون دايما مجابه ويأمن لها مستقبلها، غير كده يفتح الله. انا تعبان ومرهق ولازم انام. بقول لك ايه؟ ما تنساش تاخد دواء الضغط والسكر عندك على الكومودينو قبل ما تنام. خير سعيد شاكر، للاسف فم الغيبوبه والحاله بتتحسن، واداره المستشفى اختارت النيابه تيجي تاخد اقوال. الرجاله جاهزين ينفذوا العمليه قبل النيابه ما تاخد اقوال. اديهم الاوكي ساعتك. الغي العمليه كلها، يموت يعيش ما عادش تفرق، ويمكن لو عاش يبقى احسن. ايوه مدام ليلى، مالك في حاجه الليلة؟ لا لا سوري مش هينفع، خلاص هستناكي بكرة بالليل عندي في البيت. يعني الحادثة مش حادثة انتحار؟ اللي عندي واللي حصل أنا قلته لحضرتك.
سعيد بيه، تقدر توصف لي الأشخاص اللي اقتحموا عليك شقتك وشفتهم وهم بيسرقوا المستندات اللي بتقول عليها وشلوا حركتك وألقوا بيك من الشقة؟ هما كانوا ثلاثة. أيوة كانوا ثلاث انفار. وبعدين طبعا ملامحهم أنا ما أقدرش أفتكرها، لكن اللي فاكره إن هما كانوا طول بعرض كده. طب وبتتهم مين بتدبير الحادثة يا سعيد بيه؟ شوف سعادتك، حدش له مصلحة إنه يسرق المستندات دي، لأن أي مستند فيهم ممكن يوديه في داهية، وبعدين حدش له مصلحة في موتي غير محمود الشرقاوي. محمود الشرقاوي ده رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشعب؟ فيش غيره طبعا. بس يا أستاذ سعيد، حضرتك ما تعرفش إن هو مات؟ مات؟ هو مات في حادثة هو وزوجته. وفلوسي، مراتي وولادي اللي محدش يعرف طريقهم غيره. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. صدق الله العظيم. ايه يا مصطفى، مش هتقوم بقى تتعشى معانا ولا ابعت لك منى تستعمل معاك اساليب العنف زي امبارح؟ معلش يا فاطمه، اتفضل انت، انا ماليش نفس اكل عنف. يا مصطفى انت ما اتغديتش على لقمه الفطار بتاعه الصبح، وكذلك خالتي برضو لا كلت ولا دقت الاكل من لقمه الفطار، وبعدين ما حدش ياكلها غيرك. عشان خاطري يا مصطفى، قوم كده من غير منادى حبيبي، تعالى معانا وقوم على السفره انت وخالتي، لحسن منا واحمد واقعين يا عيني من الجوع ومش عايزين ياكلوا من غيركم. عشان مات يا مصطفى، حسرتي عليه وراح وشايل على كتافه ذنوب كتير وربنا حسابه عسيرة. سبحانه وتعالى برضو هو الغفور الرحيم وقادر يتجاوز كل سيئاته. ويبس معاك الوقت حاجة، لازم تاكلي لقمة. روح انت كل مع ولادك وانا لما اجوع هاكل. ما هو انا فعلا لا انا ولا فاطمه ولا الولاد كلنا حاجه، وبعدين لو ما قمتيش تاكلي معانا احنا كمان مش هناكل، ملوش لزوم بقى. حاضر يا مصطفى، حاضر. بس أنا ليا طلب عندك، من بكرة تبعت لي الشيخ البساطي والشيخ بيومي اللي بيراعوا ضريح جدك، وتخليهم يقروا علي قرآن كل يوم لحد الأربعين. ما فاتتنيش دي يا حاجة، وبعت التلات فوقها تانيين وفهمتهم كل حاجة إن شاء الله. يلا يا خالتي
يلا يا مصطفى عشان نتعشى مع بعض. يلا ناكلنا لقمه كده وكل حي يخش على اوضته ينام. بكره الصبح من بدري ان شاء الله نطلع على القرافه نفرق الرحمه على روحه. انزل الشغل الايام دي خالص. طب لو قلت لك يا باشمهندس ان انا لازم اقابلك بكره في مكتبي. اوكي زي ما تحب. بلاش المكتب. هقابلك على الباخره اللي اتقابلنا فيها اخر مره. لا يا باشمهندس. الموضوع ضروري جدا. And top secret. اوكي. زي ما تحب. انت اللي تحدد الميعاد. خلاص اوكي. اوكي. هكون في انتظارك هناك. باي باي. مدام ليلى؟ مساء الخير. مساء الخير. تفضل. تفضلي هافي سيت. تفضل. ايه ده؟ معقولة؟ انت حزينة قوي للدرجة دي على وفاة محمود الشراوي؟ لا وانت صدق متخسرة ومتضايقة على الخيبة اللي انا فيها. وانت السبب. خيبة ايه؟ وانا السبب في ايه؟ ضيعتي مني كل حاجة وانا بغباوتي هودتك. اللي حصل حصل. ومن الغباوة ان احنا نبكي على اللي فات. وبعدين هقولك حاجة. حتى لو كنت خلفتي 10 بدل التوأم ما كنتش هتورثي منه ولا مليم. ده انا كان معايا عقد جواز عرفي كنا ممكن نورث بيه كل حاجه. اخوه وامه الورثه الشرعيين كانوا هيتعانوا في الورقه اللي معاكي وكانوا هيدوخوكي السبع دوخات في المحاكم وما كانش هيتحكم لك بثبوت النسب ولا كنتي حطولي من ثروته ولا مليم. خلينا بقى في المهم. اخبار الثلاثة مليون ايه؟ هاخدهم ازاي؟ كيس ذم جود باي يا حبيبتي. دول ماتوا بموت محمود الشرقاوي. لا 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 ده انا هد الدنيا واطلع المستندات والديسكات اللي عندي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما تفوقي يا ليلى. انت هتطلعي محمود الشرقاوي من تربته عشان تسجنيه؟ فوقي يا حبيبتي فوقي. المستندات اللي عندك بليها واشربي ميتها. المال وله سلطان وما رعنه
العشيه بتفرعنوا والناس تقاطي والقلوب تلعنوا والليل اذا طال نهايته تانية وحاسب يا صاحبي حاسب يا صاحبي لا تضيع في ثانية شبابنا اللعان والحب